انطلقت اليوم عام الامتحان ديال القطب العلوم والعلوم والتقنيات والمهني. عدد المترشحات والمترشحين هذه السنة في جهة فاس مكناس يقارب 40,000 مترشحة ومترشح، الأغلبية ديالهم بطبيعة الحال في مسالك والشعاب التعليم العام. عندنا بطبيعة الحال هذا العدد هذا فيه واحد الجانب كبير من واحد يعني عرف واحد التطور ديال 18% بالنسبة للسنة الفارطة. هذا التطور عدد كبير منه جاء نتيجة ارتفاع عدد التلاميذ الأحرار كذلك. إذا الاحترازات الصحية في البناية يخص التباعد الجسدي ولا ما يخص توفير يعني الإمكانيات الضرورية للنظافة يعني كم التوفير ديالها. الأقسام كذلك تم الاعتماد ديال 10 تلاميذ في كل قسم، وهكذا كنكونوا كنضمنوا وكنستعملوا نفس العمليات الاحترازية اللي قمنا بها السنة الفارطة. أملنا كبير بطبيعة الحال على أننا النتائج غتكون في المستوى المجهودات اللي قاموا بها السيدات والسادة الأساتذة طيلة السنة وكذلك الفرق اللي انضمت هذه البكالوريا هذه. إذا كنتمنى التوفيق لجميع المترشحات والمترشحين وكنهنيهم مسبقا بالنتائج الطيبة اللي كنتمناوها لهم. الامتحانات بصفة عامة عندها يعني واحد المجموعة ديال الضوابط. بالنسبة للأظرفة ما كيخفاش عليكم، راكم لاحظتوا هادشي في القاعات، كتجي أظرفة مغلقة مباشرة من مراكز من المركز الجهوي للامتحانات، كتجي تحت حراسة أمنية بطبيعة الحال، وكنتفتح في جوج محطات. المحطة الأولى هي أن كتفتح يعني الحقيبة الكبرى، كتفتح في وسط بحضور التلميذات والتلاميذ في مكتب السيد المدير، ثم الأظرفة اللي كتهم كل الفصل كتفتح بحضور يعني علنيا بحضور الجميع في داخل القاعات، وهكذا كنكونوا كنضمنوا الشفافية الضرورية وكنطمئنوا حتى حنا على أن الحمد لله الاحترازات الأمنية كتكون دازت في أحسن الظروف، وأن البكالوريا كتحتفظ بتكافؤ الفرص اللي هو هدفنا جميع في هذه العملية تأتي.